المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهام شانيل. جيسبيغ إن شاء الله تكونوا بخير على خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، وتكون الأمور ديالكم مزيانة في التمام عند جميع السيدات وعند جميع الحبيبات الوفيات على القناة ديالي دائما الهام شانيل. دونك الفيديو ديال اليوم غادي تكون واحد الوصفة اللي هي لتكبير الصدر بالماء ديال الورد. ديجا في القناة عملت لكم عدة وصفات بخصوص هاد المواضيع، ولله الحمد أكيد نالوا الإعجاب ديالكم، فكنتمنى حتى هاد الوصفة تنال الاعجاب ديالكم لانه سهله مهله، فيها غير جوج ديال المكونات، غتكبر لكم الصدر وايضا تخلصكم من الترهلات، تخلصكم من الخطوط سواء الحمراء او البيضاء، وايضا النمش والكلف اللي كيكون في الفتره ديال الحمل عند السيدات اكيد. فكل هاد الاشياء وكل هاد المشاكل غادي نتخلصوا منهم بواسطه ديال الماء ورد ومكون ثاني اللي اكيد غنتعرفوا عليه غير هو. دائما ما تنساوناش بتعليقاتكم، اقتراحاتكم، استفساراتكم والأسئلة ديالكم اللي دائما كتزيد تشجعنا على المزيد من التقدم والنجاح والعطاء والاستمرارية للقناة، وأيضا تخليوا لنا النتيجة أو النتائج ديالكم بلوتو، يعني بعد ما تجربوا أي وصفة طبيعية غادي تخليوا لنا كيفاش جاتكم الوصفة، واش عجبتكم ولا لا، واش تواتات معكم ولا لا، وكل هاد الأشياء على راسي وعيني أنا نرحب بها في لي كومونتير. وعلى بركة الله بعد ما تعرفنا على كل هاد الأشياء نمشي واش نتعرفوا على مكونات هاد الوصفة، ثم طريقة التحضير، ثم طريقة الاستعمال. وغادي نبدأ بأول مكون اللي هو الماء ديال الورد. كما كتشاهدوا هنا خديت القرعة ديالي ديال الماء ورد، هادي ديال قلعة مكونة كما كيبان لكم. ممكن تاخذوا اي قرعه ديال الماء ورد غير هي تكون مزيانه وتكون صالحه للعين والتجاعيد والجسم بصفه عامه. ف يعني هاد القرعه هذه صراحه كتوات مع البشره ديالي وصالحه لبشره الوجه كما قريتو. بالنسبه لثاني مكون غادي نحتاجوا ليه اللي هو الحمص. بالنسبه للحمص بودره مسحوق ومغربل مزيان، فهو مفيد جدا لتكبير الصدر، وماشي غير الصدر انما اي منطقه او لا اي منطقه بليتو موجوده في الجسم، فهو كي ينفخ الخدود، كيصفي البشره، وايضا كيساعدنا على تكبير الصدر طبيعيا بدون لجوء لاي عمليه تجميل او بدون لجوء لاي حاجه واحده اخرى اللي هي اصطناعيه وتقدر تسبب لنا على المدى البعيد اشياء خطيره لا قدر الله ومشاكل يعني لا تحمد عقباها كما كنقولوا. فهذا الشيء اللي كاين، هادو هما جوج المكونات اللي كاينين اللي هما الماء ديال الورد ديال اللي انا خديت هنا ديال قلعه مكونه. ممكن تاخذوا اي ماء ديال الورد غير هو يناسب البشرة ويناسب يعني تحت العين، باش حتى الى عندنا يعني هالات سوداء وبغينا نستعملوه في وصفات اخرين اكيد يتواتى معنا. وغنحتاجو الحمص، فهادو هما جوج المكونات. الحمص ايضا يكون بودرة مسحوق ومغربل مزيان، دونك هادشي اللي غادي نحتاجو. على بركة الله غادي نضيف الان الماء ديال الورد ديالي للحمص باش نحصل على خليط متجانس ومتماسك اللي غنعملوه على منطقه ديال الصدر. نحاول نفتح القنينه ديالي. بسم الله نحاول ناخذ فورشيت ولا ملعقه ونخلط كل هاد المكونات.
نحاول نزيد نضيف الماء ديال الورد، ونخلط كل هاد المكونات وكل هاد العناصر. كما شفتوا الوصفة راه عقدة، يعني ماشي جارية بزاف، يعني في المتوسط. بعد ما كتصبح لينا بهذا الشكل هذا، يعني كناخدو بعض الكمية ديال هذه الوصفة هذه، وكنحاولوا نعملوها على منطقة الصدر بالكامل، ونعملوا عملية ديال المساج يعني بسيطة خفيفة، يعني مساج خفيف ظريف كما كنقولوا، المدة ديال 15 دقيقة أي ربع ساعة بهذه الوصفة هذه على منطقة الصدر ديالنا. من وراها نخليو الوصفة حتى تنشف، يعني حتى تيبس وتكرم على الصدر، ومن وراها نغسلو الصدر أولا نمسحوه بليلانجيت، خصوصا اللي عملنا الوصفة بليل فكنكونو معكازين شوية وكنكونو عاكزين على أننا نغسلو المنطقة ديال الصدر. سينو أكيد ممكن نغسلو المنطقة، سينو نستعملو ليلانجيت اللي كيكونوا طبيين، يعني كي ممكن تاخدوهم من الصيدلية ولا لي بارافارماسي، باش هكذا تكونوا ضمنتوا يعني أشياء مزيانة المنطقة ديال الصدر ما فيهاش يعني أشياء كيماوية. فنعملوا ليلانجيت كما قلت لكم، يعني اللي كيتباعوا في لي بارافارماسي وفي الصيدليات، وايضا حتى في المحلات التجارية الكبرى، يعني نوعية مزيانة ومليحة، يعني اللي نتوما ديجا كتستعملوها ولاقين عليها اشياء اللي هي ايجابية وماشي سلبية اكيد. ومن ورا ما نمسحوا منطقة الصدر ولا نغسلوا منطقة الصدر، نحاولوا ندهنوا بالزيوت، يعني مثل مثلا زيت الحلبة، فزيت الحلبة رائع جدا لتكبير الصدر. بالنسبة للسيدات اللي دائما كيسولوني باش ممكن يعني شنو تنصحينا، شنو الزيوت اللي تنصحينا بهم باش ندلكوا الصدر خصوصا في الليل، باش نحصلوا على صدر اللي هو يعني منفوخ طبيعيا، وايضا صدر اللي هو كبير بدون ترهلات وبدون خطوط وبدون اشياء كثيره ومشاكل كبيره. فكنصحكم بزيت الحلبه، غير هو زيت الحلبه حاولوا ما تاخذوش فيه الريحه، يعني اللي كل السيدات او معظم السيدات ما كيبغيوش ديك الرائحه الكريهه اللي كتكون فيه. يعني كاينين زيوت انواع واشكال وعلى حسب يعني التركيز ديال النسبة ديال ريحة الحلبة، فدائما خدوا ديك النسبة القليلة شوية باش ما تلقاوش ريحة الحلبة بزاف. و يعني مع العلم انه واخا تكون النسبة ديالو قليلة فراه كيعطي نتائج رهيبة بزاف، السيدات تبارك الله جربوه، يعني نصحتهم بهم غير في لي ميساجون بخيفي في لي ريزو سوسيو في لاباج اوفيسيال اوسي اوسي في انستغرام وسي في سناب شات، وتبارك الله يعني لقاو عليه نتائج رهيبة وسريعة. فداك الشيء علاش دائما كنصح به في جميع وصفاتي وفي جميع يعني عند جميع السيدات اللي كيطلبوا مني وصفات ديال تكبير الصدر طبيعية. فهو يعني كيبقى من بين الزيوت الرائعة الرائعة جدا اللي كيكبر الصدر طبيعيا كما قلت لكم، بدون لجوء لا لعملية التجميل ولا لأي شيء آخر. فهذا الشيء اللي كاين بخصوص هذه الوصفة. ما تنسوش يعني تبارطاجيو هذه الوصفة مع الحبيبات والصديقات ديالكم في لي جروب واتساب وسي في لي جروب فيسبوك، باش ان شاء الله تعم الفائده لجميع الغزالات، خصوصا يعني السيدات اللي كي دائما كيسولوني على هاد الوصفات هادو. فما تنساوش يعني تبارطاجيو معاهم هاد الفيديو هذا لانه مفيد، وان شاء الله غينال الاعجاب ديالكم. يعني بعد ما تجربوه عاد عملوا ليه شير او بارطاج او تشاركوه. وايضا ما تنسوناش بتعليقاتكم، يعني بعد ما تجربوا الوصفه خليو لينا النتيجه ديالكم او النتائج ديالكم، يعني كيفاش جاتكم الوصفه، واش عجبتكم ولا لا، واش تواتات معكم ولا لا، وكل هاد الاشياء اكيد على راسي وعيني نرحب بها في لي كومونتير. ما تنسوناش ايضا انكم تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام سناب شات وسي لاباج اوفيسيال فيسبوك، يعني تماك في لي ريزو سوسيو غادي نجاوبكم على جميع الاقتراحات وجميع التساؤلات وجميع لي ميساج اون بريفي اللي كنتوصل بهم من عندكم، حتى الاقتراحات الفيديوهات يعني مقبله ان شاء الله على القناه، فاكيد كنستقبلها تماك. واكيد اي فيديو جاني عليه طلب بزاف فكنعملوا لكم تحت طلباتكم وتحت رغباتكم. فشكرا لكم دائما على حسن المتابعه ديالكم على تتبعكم لجميع فيديوهاتي.
وانا نقول لكم من هذا المنبر هذا شكرا، ونشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة عن قريب كما قلت لكم تكون من الاقتراحات ديالكم. وبسلام عليكم حتى الفيديو الجديد اللي ان شاء الله غادي يكون عن قريب، ويكون ان شاء الله كما قلت لكم من الاختيارات ديالكم.